طيب نروح لمعقل ذئاب الجبل. عندنا خبر مهم بيقول انه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولين العرب والمشرف على قطاع الكورة كان بيقول أو بيكشف عن أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق اللي جاية مع الزمالك في الجولة 22 من الدوري. المباراة دي هتقام يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة. كان من المقرر أنه يستضيف استاد السلام المباراة بس الاستاد رفض. برضو استاد بتروسبورت واستاد القاهرة رفضوا استضافة المباراة. لسه الجبلية بتخاطب استاد الكلية الحربية لحد دلوقتي علشان يعرفوا موقفه من استضافة المباراة دي هتقام على أي ملعب. احنا لحد دلوقتي مش عارفين. مهندس محمد عادل فتحي كان بيقول انه ملعب المقاولين العرب جاهز علشان يستضيف المباراة دي، ومن حقنا ان احنا كمقاولين نختار الملعب، خاصة وانه دي مباراة الإياب، يعني دي مباراة المقاولين. فناشد اتحاد الكورة ولجنة المسابقات بأنه لازم يعاد النظر في جدول مباريات الفريق، خاصة وأنه خلاص الفريق مضطر لخوض المباراة، فما فيش وقت. لازم اتحاد الكورة يرد هل المباراة دي هتتلعب في أي استاد. يعني طبعا كان كمان المقاولين بيقول ان هو مضطر انه يلعب ثلاث مباريات متتاليه خارج المحافظه، وده بيدي طبعا شيء من مع الاجراءات الاحترازيه طبعا بيكون في صعوبه في الامر شويه، لكن ان شاء الله كل الامور تستقر والنادي المقاولين يلعب المباراه ويستقر زي ما بنتكلم دايما استقرار الجدول والملاعب تكون محطوطه بشكل كبير.